السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، معاكم أشرف عبد العزيز. والنهاردة معانا ريفيو على السامسونج أوليد الاس 95 موديل 2022. وزي ما كتير من حضراتكم عارفين إن شاشة الأوليد بتختلف عن الشاشة العادية، وده لأن الألوان بتكون فيها طبيعية أكتر، وخصوصا اللون الأسود. وسامسونج فاجأتنا السنة دي ونزلت الأوليد، وكان بقالها فترة كبيرة مش بتصنع الشاشات دي. وعلى فكرة مش بس سامسونج وال جي اللي بيصنعوا الأوليد، في كمان سوني وباناسونيك وشركات تانية كتير، وممكن الفترة اللي جاية يكون التركيز عليها بشكل كبير. وبدون مقدمات كتير خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن الموديل اللي معانا، وهيكون متوفر بحجمين الـ 55 والـ 65. سعر الـ 55 بوصة على الموقع الرسمي 1800 دولار، ومتوفر في الكويت بسعر 630 دينار، ده في وقت نشر الفيديو. وبالنسبة للشكل الخارجي، الخامات من البلاستيك، والستاند الأرضي كمان من البلاستيك وبيكون في نص الشاشة، والتصميم نحيف جدا اللي هو الليزر سليم، والتلفزيون بيكون فريمليس يعني من غير اي اطار، وده بيديك احساس ان الشاشة اكبر لانه بيديك صورة كاملة من غير اي نتوش او حواف. وفي الظهر بيكون في كفر بيغطي المداخل، وده بيدي شكل كويس وتنظيم للكابلات، والتصميم اجمالا جيد جدا. اما المداخل فموجود 2 USB ومدخل انترنت واوبتيكال وانتنة، وموجود 4 HDMI كلهم 2.1، وده هيكون مفيد لمحبين الالعاب لانه بيدعم ال 4K 120 هرتز، والمدخل رقم 3 يدعم الاي ارك للصوت، وتقدر توصله على السماعات الخارجية من مدخل الاوبتيكال او ال HDMI او البلوتوث، وهيكون اصدار 5.2. والريموت بيكون من البلاستيك، وتقدر تشحنه من مدخل التايب سي او الطاقة الشمسية او حتى من ضوء الغرفة، وموجود فيه زراير لتطبيقات شاهد ونتفليكس وبرايم فيديو، ودي اختصارات كويسة هتسهل عليك في الاستخدام لأنها بتدخلك على التطبيق مباشرة. ونيجي لأهم نقطة وهي الوضوح، هيكون 4K دقة 8.3 مليون سيلفي بيكسل، بمعنى أن كل وحدة بيكسل بيكون لها إضاءة منفصلة، وده اللي بيميز الأوليد عن أي شاشة تانية، وعشان كده بتكون الألوان طبيعية أكتر وخصوصا اللون الأسود. ومزود بتقنية الكوانتم HDR أوليد إصدار 10 بلس، ودي المسؤولة عن التوازن بين السطوع والألوان، بمعنى أن هي بتديك أعلى درجة للسطوع مع الحفاظ على درجة اللون الأساسية، ودي كلها عوامل مساعدة عشان توصلك صورة أفضل. والتلفزيون مدعوم بمعالج نورال كوانتم 4K، وده المسؤول عن رفع معدل الصورة، بمعنى لو في فيديو فول اتش دي الخاصية دي بترفع لك أقصى وضوح للصورة، لكن طبعا مش بتوصل لمية في المية 4K. وبصراحة التلفزيون بيقدم وضوح عالي جدا وصورة طبيعية فيها كل التفاصيل، وتركيز الألوان كمان كويس جدا. ونروح للنقطة اللي بعد كده وهي نظام التشغيل، وهيكون تايزن، وده النظام الخاص بشركة سامسونج، ومن أهم التطبيقات اللي موجودة زي نتفليكس ويوتيوب وبرايم فيديو وتطبيقات تانية كتير. وبصراحة شكل الواجهة الجديدة مميز جدا، ومزود بتطبيق سمارت ثينك، واللي من خلاله تقدر تتحكم في درجة حرارة الغرفة والتوصيل بالأجهزة الأخرى. أما عن خصائص الألعاب، في التلفزيون يدعم خاصية الموشن اكسليريتور تربو بلس، بالإضافة زي ما قلنا إنه بيدعم الـ 4K بـ 120 هرتز، وده هيدي تجربة كويسة جدا من حيث سرعة الحركة والاستجابة العالية من غير تأخير أو تقطيع، سواء في الألعاب أو أفلام الأكشن، والتلفزيون بيقدم أداء كويس جدا في الجزئية دي. أما بالنسبة للصوت، التلفزيون مدعوم بسماعة بقوة 60 واط بتوزيع 2.2.2 شانل، يعني 6 قنوات صوت، وبيكون 4 على الأطراف و2 افتراضي، وبيشتغلوا على حسب المحتوى اللي بتشوفه. ومزود بخاصية الدولبي أتموس والدي تي إس، ودي المسؤولة عن تعقب الصوت، بمعنى إن هي بتخلي الصوت يتحرك مع الصورة، ويدعم تقنية الكيو سيمفوني. والمميز في الخاصية دي إنك تقدر توصل الساوند بار وتشغل صوت التلفزيون في نفس الوقت، وده هيزود معاك قوة الصوت، وبيكون متوافق مع بعض موديلات سامسونج ساوند بار اللي بتدعم نفس الخاصية. ودي كانت كل حاجة عن الاس 95، والتلفزيون بيجمع ما بين وضوح الصورة وتركيز الألوان الجيد جدا والأداء المميز سواء في الألعاب أو الصوت. ودي كانت حلقة النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، محتاجين دعمكم، لايك واشتراك وكمان شير. مستني أراءكم وتعليقاتكم على الفيديو، وأشوفكم على ألف خير. سلام.